فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يباع في الأسواق ما يسمى بالحرير الصناعي، فهل يأخذ حكم الحرير الطبيعي في تحريمه؟ ما هو بحرير، هذا الصناعي، ما هو بحرير، ما هو بحرير حقيقي، لكن إذا تجنبه المسلم من باب تجنب الشبهات فهو أحسن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.